ما دامت النتائج عند المحكمة الاتحادية فكل السيناريوهات ما زالت متاحة. لحد الآن المحكمة الاتحادية لم تقول كلمتها الحاسمة، ويبدو أنها لن تقولها في عام 2021. اليوم الحديث عن التحالفات، شنو المعادلة اللي راح تتركب بيها؟ أغلبية بسيطة أم أغلبية واسعة؟ سؤال له أكثر من إجابة. اليوم بغداد حافلة بتبادل الزيارات، الحلبوسي التقى بالسيد العامري، ومن ثم التقى بالسيد الحكيم، ومن قبله التقى الخنجر بالسيد الحكيم، واليوم هنالك زيارة لقوباط طالباني إلى بغداد ولقاء القوى السياسية. على هذا الحراك يمكن نحتاج ندق الخشب شوية. الكرد مختلفين على رئاسة الجمهورية، وهذا الخلاف خلاف جذري، ويبدو أن قصر السلام سيجعل العلاقة بين اليكتي والبارتي علاقة كسر عظم، ويمكن تعيد العلاقة السياسية بينهم إلى تسعينيات القرن اللي مضى. هسه شنو المشكلة وليش هاي القراءة؟ فهذا يعود إلى عدة معطيات، منها أن الديمقراط الكردستاني كان قد هدد بموقف تصعيدي إذا خسر المقعدين لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني. أما النقطة الثانية أن الديمقراطي يرى الاتحاد طرفا من أطراف كردية وليس ندا له كما في السابق، وتعليل ذلك لأن الاتحاد خسر الكثير من مكانته لصالح قوى كردية فتية. على الجانب السني هناك تسابق بين عزم وتقدم على تمثيل السنة. إذا شارك الطرفان بالحكومة فالصراع بينهما سيكون على من يحصل على رئيس مجلس النواب ومن يحصل على باقي الوزارات. وعلى ما يبدو أن المعادلة تغيرت عندما صار الخنجر مساويا للحلبوسي من حيث المقاعد. على أعتاب الانسحاب الأمريكي من العراق تبرز مشكلة الجدية الحقيقية في الانسحاب. إلى الآن ماكو بيانات واضحة عن الانسحاب، اشقد انسحب، اشقد بقى، منو انسحب، منو بقى، وليش بقى. المعلومات تقول أن هنالك صمت مطبق على التفاصيل، ومثل ما تعرفون أن الشيطان دائماً ما يكمن في التفاصيل. الموقف من الانسحاب الأمريكي يخلي تنسيقية المقاومة متشنجة نوعا ما، فهي تريد انسحابا كاملا من العراق وتعريف واضحا للمستشارين وكذلك المدربين وطبيعة المهام اللي ممكن يتولوها في المرحلة القادمة. هذا هو المعلن في حلقة هذا اليوم، أما غير المعلن فهو غير المعلن في حلقة هذا اليوم. المحكمة الاتحادية بحاجة إلى شهر من الآن للنظر بالطعون والشكاوى، واليوم المفوضية خرجت بتصريح غريب عندما قالت لا يوجد سقف دستوري للمصادقة. شنو علاقة المفوضية في تبيان المدة الزمنية للمحكمة الاتحادية؟ سؤال بلغز نوعا ما. غير المعلن أيضا في حلقة اليوم، فصائل المقاومة ترى أن الأمريكان غير جادين بالانسحاب، وإذا جادين بالانسحاب فعليهم سحب منظومة الباتريوت، والتصعيد من عدمه مرتبط بنتائج مفاوضات البرنامج النووي الإيراني.
والمعلومة اللي عندنا تقول أن الفصائل دازير رسالة للإطار أو لقادة الإطار على أمل أن تصل للكاظمي، وهي أن الانسحاب يجب أن يشمل قاعدتي الأسد والحرير. كذلك لدينا غير معلن آخر، اجتماع الشورى المركزية لمنظمة بدر الأخير بحث بشكل جدي آلية التحالفات القادمة وشاب الاجتماع شد وجذب. هسه هنا حطوا خط تحت الشد والجذب، ليش؟ لأن الحلول قد تحتاج ربما إلى تنازلات، وهذه التنازلات ربما هي ما تشرح الخط الذي وضعناه تحت الشد والجذب. هذا كل ما هو موجود في المعلن وغير المعلن في حلقة هذا اليوم. نشوفكم بعد الفاصل. أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج غير معلن. ضيوف حلقة هذا اليوم كل من السيد الدكتور عدنان السراج مدير المركز العراقي للتنمية الإعلامية، وكذلك أرحب بالسيد الأستاذ مجاشع الدليمي باحث في الشأن السياسي. حياكم الله ضيفي الكريمين، وخلي أبدو ياك دكتور عدنان، أجدد الترحيب بحضرتك وأسأل. عندنا بالعرف وبالحكمة والأمثال الدارجة دائما نقول ضيقي حتى تفرجي، وكلما ضاقت كلما فرجت. السؤال دكتور عدنان، احنا الآن أقرب للانفراج بعد هذا الضيق اللي شفناه، لو لا بعد نحتاج ربما إلى وقت آخر وقد نذهب إلى تضييق أكثر بكل المشهد؟ تفضل دكتور عدنان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولصديقنا العزيز الدكتور مجاشع التميمي ولمشاهديك الكرام. بالحقيقة إذا كنا نتكلم عن مسألة الشد، لا زال الشد قائما، ولا زالت التشظيات أيضا قائمة على قدم وساق. يعني لحد الآن السنة انقسموا بشكل واضح وبشكل متساوي بعد أن كانوا يمثلون جبهة واحدة، وكان لا يتصور المراقب بأن عزم ستشكل رقما قد يفوق خلال الأيام القادمة ما حصلت عليه تقدم، إضافة إلى ما ستفرزه المفاوضات أو التفاهمات بين الأحزاب الكردية، وهناك أخبار على أن الاتحاد يصر على بعض المطالب بما فيها رئيس الجمهورية. أما بالنسبة للقوى الشيعية فلحد هذه الدقيقة ليس هناك تنازلات واضحة من قبل الأطراف التي هي معنية في مسألة الكتلة الأكبر. طيب. وحتى في خلافاته في مسألة القانون الذي يطبق، هل هو تفسير المادة 79 أم تفسير القانون 9 للمادة 45؟ فلذلك نحن أمام هذه الوضع، ولكن أنا أصور نحتاج إلى شدة أو شدتين من الضيق حتى تنفرج بشكل صحيح، لأنه المحكمة الاتحادية قد تؤجل، وهذا مأمول انه قد تؤجل مسألة تقريبا الإعلان ما يصطلح عليه بلازمة. دكتور تدري انت كل ما يصير شد وجذب بالمشهد السياسي هناك من يفسره بانه ينعكس على الوضع الامني، على الوضع الاقتصادي، ما خاف هاي الشدة اللي نحتاجها حتى تفرج الأزمة ممكن السياسية تدخلنا بمتاهات اخرى. هذا شيء مؤكد، لكن هناك مساعي لتخفيف على أقل تقدير وطأة الحملات الإعلامية، لأنه تعلم اليوم الأطروحات الموجودة في الوسط الشيعي أطروحات متباينة، يعني لا يمكن تقريب وجهات النظر بين الأغلبية الوطنية وبين التوافقية. هذه مسألة يعني الأغلبية الوطنية يتهمون التوافقية بأنهم هم وراء المحاصصة
وبأن طيب. هناك إشكالات على بعض القوى السياسية، وأيضا إطار التعاون الاستراتيجي يقول يجب أن نتعاون، والأغلبية الأكثرية الوطنية ستضعف الوضع الشيعي داخل مجلس النواب. فلذلك التباين لحد هذه الدقيقة لن يفك الاشتباك في المفاهيم على أقل تقدير، حتى نستطيع أقول جملة نتبع. لكن مع ذلك أقول يعني محسنة الطريقة السياسية سيد العزيز، إذا تسمح لي دكتور، أصدقاء العراق وين يعني ما أريد أقول التدخلات بالشأن السياسي اللي هي أنت وأستاذ الدليمي وحتى اللي شاهدنا يدرك أنه أكو تدخلات سياسية دولية بالمشهد السياسي العراقي. هسه ما أريد أقول هاي التدخلات وين، لكن أقول هاي الصداقات وين اللي إلها دور وإلها تأثير بالمشهد الداخلي، ليش ما أخذت مجالها في تقريب وجهات النظر؟ في تقديري يعني بالنسبة لل يعني العامل الخارجي خلينا نسميه كما يسمونه، عندنا العامل الدولي وعندنا العامل الإقليمي. طيب. العامل الدولي لحد هذه الدقيقة حقيقة يريد أن يكون الأمور بالطريقة التي يراها هو، فلذلك لا يتدخل في مسألة التوافق بين القوى الشيعية بالإطلاق. وبالتالي هو يريد له منهج وله برنامج، ويراهن على يعني تكتلات، ويراهن على أشخاص غير هؤلاء الذين الآن نتكلم عنهم. أما زين. بالنسبة للجانب الإيراني فأتصور لا يمكن أن يترك الساحة العراقية لأنه يضر بالمصالح الوطنية الإيرانية، وبالتالي سيكون له تأثير ولكن بشكل غير مباشر وليس بشكل مباشر كما قيل سابقا. أعتقد الأصدقاء والمرجعية وغيرها يقومون بدور، وهذا الدور بالتأكيد سيكون له تأثير واضح حتى من داخل الإطار، يعني تحركات السيد الحكيم، تحركات بعض القادة، هي تحركات يعني واضح جدا الحصول على مكاسب من أجل ترطيب الأجواء والدخول بطريقة صحيحة. جيد، أنا أعتذر عن المقاطعة، لكن أنت أثرت نقطة مهمة راح أضطر أرجع لها. لما تحدثنا عن الدور الإقليمي حصرت هذا الدور بالجانب الإيراني، هسه هذا هنا أنا عندي بي سؤال لكن من أعود لك دكتور بما أسألك هذا الموضوع. خليني أرحب مرة أخرى بالدكتور الدليمي، دكتور مجاشع حياك الله. دكتور مجاشع، منو بيد الحل؟ المحكمة الاتحادية هي الفيصل والبيد الحل؟ لو أكو ممكن يكون تقارب سياسي، بس هذا التقارب إذا حتى يحصل منو اللي بيده حل لهذا الانسداد السياسي اللي جاي نعيشه؟ تفضل دكتور. شكرا جزيلا لك استاذ اياد، وتحيه لاستاذنا العزيز الدكتور عدنان السراج، وللتصحيح بس انا الدكتور مجاشع التميمي. بس الموضوع يعني هذه المره الشباب ودوك على بعض الشيء لكنه تحيه لقبيله اليم طبعا. بالنسبه يعني هذه المره الموضوع مختلف يعني عن التشكيلات والمباحثات السابقه. هذه المرة يعني نتحدث بصراحة بعد تظاهرات تشرين. نعم. الكل يعني أكثر الأشياء بدأت تتغير، خصوصا موضوع يعني تشكيل الحكومة، لأن تجربة حكومة السيد عبد المهدي لحد هذه اللحظة راسخة في الأذهان، لربما أي حكومة توافقية ستكون نهايتها يعني ستكون نهايتها أقصر بكثير من حكومة السيد عادل عبد المهدي. حتى المرجعية الدينية يعني تحدثت عن هذا الشيء وقالت يعني العراق بعد تظاهرات تشرين مختلف تماما عن العراق قبل تشرين 2019. لذا تدخلت أطراف أخرى ربما كانت في الحكومات السابقة، وإحنا نعرف يعني دائما للأسف الشديد هو مو بس صندوق يعني الاقتراع هو اللي يحدد الحكومة ورئيس الوزراء، هناك عوامل أخرى في مقدمتها طبعا. طيب. مثل ما سميت حضرتك أنت، خلينا نقول عليها الصداقات الخارجية والتدخلات الخارجية في نظر البعض. هاي التدخلات الخارجية هذه المرة ستكون أقل، أنا من وجهة نظري ستكون أقل بكثير، لأننا يعني عشنا للأسف الشديد يعني مراحل عصيبة مرينا بها بحكومة توافقية تمثلت بحكومة السيد عادل عبد المهدي. دكتور مجاشع، أنا أتوقع هذه المرة لن تنتهي التدخلات الخارجية. نعم عفوا، الأزمة اللي صارت في حكومة السيد عبد المهدي ودتنا إلى انتخابات مبكرة، هاي الأزمة أو هاي الحكومة نعم. إذا ما كتب لنا النجاح وين تودينا؟ هم نروح لانتخابات مرة أخرى؟
لذا نحن يعني بعض الشيء قريبين يعني، ونرى أن الخلاص في حكومة أغلبية سياسية، وهذه الحكومة التي يعني دعا إليه السيد المالكي في وقت سابق، وحتى يعني كتل ومن قبل الرجال انسحب داخل الإطار التنسيقي، يعني دعت إلى حكومة أغلبية. تدري جنابك بعد لا احنا دا نقول، لان هو من زمان نبه الى هذا الحل. احنا خلال الدورات الخمسه اللي مضت كانت حكومات توافق للاسف الشديد كانت عباره عن يعني تقاسم لمغانم السلطه، وصلنا الى هذا الحد فقر، يعني وصلنا الى حد انهيار في المنظومه الخدميه في المشاريع في الوزارات، وصرنا نحتفل حينما يتم تبليط شارع او حينما يتم ترميم ساحه بسيطه. فلذا انا اقول ان هناك عوامل اخرى قد تؤدي هذه المره بتشكيل الحكومه، ومن ضمنها هي المرجعيه، دخول المرجعيه الدينيه في النجف الاشرف بشكل كبير، وايضا سيكون هناك دور بالنسبه للمواطن العراقي وللشعب العراقي بصوره عامه، لان القيادات السياسيه لحد هذه اللحظه يعني تتذكر جيدا ما حصل في تشرين 2019 واللي نعيشه لحد هذه اللحظه، يعني تظاهرات تشرين مستمره. لذا جنابك دكتور، إن هذه المره الحكومه الشوارع تتبلط والمستشفيات تتعمر والمدارس تنبني وتعود الحياه والبسمه للعراقيين، ذا شكلنا حكومه اغلبيه سياسيه وطنيه سميها بكيفك. انا اقول ان تشكيل الحكومه الاغلبيه السياسيه يعني لا، ليس لديها العصر السحريه في تغيير كل شيء، لكنها اعتقد هي البدايه لعوده، على الاقل عوده الدوله الى حقيقتها. على الاقل احنا نتحدث عن دوله ديمقراطيه، الدوله الديمقراطيه لا يمكن ان تكون بلا معارضه، احنا محتاجين دور فاعل بالنسبه للبرلمان. المشكلة أنه الكل مشارك في الحكومة، لذا ضاعت علينا السلطة الرقابية وأدى إلى انهيار كامل في المنظومة الحكومية للأسف. جيد، خلينا ننتقل لدكتور عدنان. شوية أثار موضوع السيد مجاشع، يعني هاي الأغلبية إذا صارت، هل فعلا هي تملك حلول، بس ما أقول حلول سحرية، بس حلول آنية لمشاكل يعانيها العراق هاي الأغلبية، سواء كانت أغلبية بسيطة أو أغلبية واسعة، فعلا هي تملك حلول لهذه المرحلة؟ لو تزيد الطين بلة. لا تصور ذلك، لا تصور ذلك بالمطلق، لأنه الأشخاص الذين يعني يقودون هذه الأغلبية الوطنية هم أنفسهم الذين كانوا في سدة الحكم خلال السنين الماضية، يعني لن يتغير شيء. وبالمناسبة مسألة التغيير ومسألة الحلول يجب أن تنطرح على الشعب من الآن، يعني إذا أنا أملك جملة من الحلول لحل المشاكل فعلي أن أطرح استراتيجيتي، أطرح أهدافي، أطرح رسالتي، أطرح البرنامج اللي حقوم به. أما من الآن أنا أنتقص من فلان وحاسب فلان وحأقصي فلان وحدفع فلان وأنتقم من فلان، هذا ستعتبر عملية خارج عن سياقات العمل السياسي. نعم الأغلبية السياسية معمول بها في كل دول العالم، والمعارضة السياسية معمول بها في دول العالم، ولكن ليس ما بعد الانتخابات. يعني المعارضة ليس معارضة انتقائية، يعني مو أنا يعجبني أصير معارضة صرت معارضة. المعارضة نظام وأهداف وبرنامج راسخ متجذر في العملية السياسية، يشترك في الانتخابات بكتلة كاملة، فإن فشل ذهب إلى المعارضة، لديه وزراء ظل ولديه أمور أخرى، إن نجح أداء الحكومة وبالمقابل هكذا. لكن أما أنا أقول 5-6 أنواع من المعارضة، بين مستقلين وبين تشرينين وبين إشراقة قانون وبين دولة القانون وبين بدر وبين كذا يذهبون، والعصائب يذهبون إلى المعارضة، كيف ستكون هذه المعارضة شكلها؟ ما هي شكل هذه المعارضة؟ هل هي معارضة لذاتها أم معارضة بعضها للبعض الآخر؟ هذه لا يمكن قبولها بهذا الوقت. نعم هي مهمة، الأغلبية السياسية مهمة، لكن من نتكلم عن أغلبية قادرة على إعطاء حلول، أعطونا الحلول، خلنا نسمع هذه الحلول، مو الحلول أنه راح أعمل وسوف أعمل وأعطونا فرصة حتى نعمل. هذه مو قضية بهذه الصورة، أعطينا فرصة. تحدث على التعليم، نعم تحدث على الصحة، تحدث على يعني جوانب متعددة في تغريدات السيد الصدر، هذه ما كافية؟ كيف 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 يعني مع احترام للتغريدات المهمة، لا التغريدات مهمة، هذه رسائل، هذه صورة من الرسائل والتوجيهات للتغييرات، لكن ما هو البرنامج؟ نعم كيف سيمكن نغير واقع التربية في العراق؟ كيف سنبني 3000 مدرسة في وقت 4 سنوات حتى نستوعب طلبتنا ونحارب الفساد؟ كيف سنعالج وزارة الصحة التي ينخر فيها الفساد في كل مكان في كل مفاصلها؟ كيف يمكن أن نصلح؟ أنتم كقوى إطار عندكم هاي الحلول يعني والمعالجات، كيف نحن ما
لا حتى الإطار، حتى الإطار بشكل عام لا يملك هذه الحلول، لكن يملك الخبرة في التعاون. يعني اليوم الإطار والتيار يجب أن يتفقوا على أن حل المشاكل يجب الاعتماد على عناصر وقوى وطنية عراقية طيب. قادرة فعلا على المساهمة في بناء الوطن. اليوم إذا أنت ما عندك اعتماد على هذه القوى راح تهمش عدد كبير من الناس الخبراء والفنيين والقدرات والإمكانيات لبناء الوطن. افسح المجال للآخرين يبنوا لك الوطن، يطلق حلول عديدة. أما إذا كل واحد يطرح برنامج يريد ينفذه فقط على أساس كل من له جماعته أو أفراده، هذا ما يقدر ينجح. حتى ما أنسى حالة يعني الشد والجذب والمعارضة حتى ما أنسى التعقيب اللي تعقب على الحديث اللي تفضلت فيه بالبداية، قلت عن الدور الإقليمي، حددت يمكن أو تقريبا حجمت بالدور الإيراني. هذا الدور الإيراني إذا ما صادقت المحكمة على النتائج الحالية وكنا أمام خيارين، يعني أن تذهب إحدى القوى الشيعية باتجاه تشكيل الحكومة، من برأيك ستدعم الجمهورية الإسلامية؟ قوى الإطار بتشكيل الحكومة لو الكتلة الصدرية بتشكيل الحكومة؟ والله يعني احنا نتكلم كمراقبين، يعني انا لست ناطقا باسم الايرانيين حتى افهم ماذا يريدون، ولكن واقع الحال الذي نفهمه من الايرانيون لا يتدخلون في التفاصيل. هم يحاولون ان تكون للشيعة كلمة واحدة وللمجهود الوطني كلمة واحدة، يريدون ايضا ان يكون العراق مستقرا حتى الوضع الامني او كما يسمونه يعني المصطلح الامن الوطني الايراني لا يكون في خطر. وهذه وصلوها الرسائل إلى كل المعنيين بالقضية العراقية، أن اتفقوا على مبادئ وما تريدونه من مساعدة كنصيحة وكذا نقدمها لكم. في هذه المرحلة أنا أعتقد اليوم التدخل الإيراني كما يسمونه تدخلا يفرض آراء، هذا لم نشاهده حتى في الدورات السابقة. نعم لديهم رأي ولديهم مشورة، ولكن المشورة طيب. عندما تكون من قبل نفس الأطراف العراقية فبالتأكيد ستكون مشورة واضحة. أما فرض المشورة لا أعتقد إيرانيين فرضوا مشورة في كل الحركات التي جرت في الساحة العراقية. نعم جي. قد يكون لهم وجود، ولكن هل تعني ذلك أنه فرض الأمور؟ لا. أما بالنسبة للجانب الإقليمي سيدي العزيز حتى أضيف، أنا لن أحصل القضية بالجانب الإيراني، هناك جوانب أخرى سلبية تقوم بها دول أخرى خليجية من أجل تأثير على طبيعة التحالفات العراقية. يعني الآن لو شوف بعض المحطات العربية كيف تدق إسفين بين الأطراف الشيعية العراقية وتجعل القضية وكأنما لا يمكن قبولها. وأنا أقول لك يا صراحة، أنا قلت لك صحيح أكو شد في العملية السياسية، ولكن بالنتيجة واقع الحال السياسي سيفرض على كل القوى الشيعية أن تتفق. أقول لك بصراحة واقع القوة، واقع الحال السياسي سيفرض على القوى الشيعية وان تتفق على طريقة للخروج من هذا المأزق. جيد، خلي أذهب للسيد التميمي. سيد مجاشع، يعني الأغلبية الوطنية اللي تراها أنت يمكن ضرورة في هذه المرحلة، غيرك يراها مشوهة. بس شلون مشوهة؟ يعني الأغلبية الوطنية اللي المقصود بها أن يكون كل الكرد مشاركين، كل السنة مشاركين، إلا الشيعة يشارك من عندهم طرف واحد، هذه البعض يراها أغلبية وطنية مشوهة مو هي المعبرة عن الواقع العراقي. أستاذ أياد، إحنا بالبداية خلينا نبدأ الخطوة الأولى، هي خطوة تصحيح المسار، وهو يعني الغلط اللي مرينا به خلال 16 أو 17 سنة الماضيات من تشكيل الحكومات السابقة. إحنا بالنسبة للأغلبية السياسية لم نقل كل الكرد يشتركون وكل السنة يشتركون، تشترك بعض الأطراف، وهذا يعني يعني شكل طبيعي. هو هذا المطروح دكتور مجاشع، يعني ولحد هذه اللحظة هذا المطروح، هو حاليا عزم تريد المشاركة، الاتحاد والديمقراطي يريدون المشاركة، هذا مطروح، هذا واقع حال الشيعة، بس الكتلة الصدرية ذاهبة في هذا الخيار الأغلبية. بالنسبة للبيت السني لحد هذه اللحظة خلافات كبيرة. احنا مو يعني ناخذ صورة اللقاء اللي صار بين السيد الخميس الخنجر والسيد الحلبوسي امام يعني الكاميرات والابتسامات، هذا لا، الأزمة عميقة بينهم وهناك خلاف كبير. السيد الحلبوسي متمسك برئاسة البرلمان وكتلة عزم يعني مصممة على تغيير يعني الحلبوسي، فالمشكلة كبيرة جدا لحد هذه اللحظة. المباحثات اللي يعني حصلت بينهم كان لربما ينحل. احنا نقول بالنسبة لنا كمختار يعني كوجهة نظر، نقول الأغلبية السياسية ان يكون مثلا
التيار الصدري مع جزء من قوى الإطار التنسيقي تدخل بالنسبة للممثل الشيعي، ويدخل مثلا الحزب الديمقراطي وإن كان العزم أو يعني تقدم، ويصير تشكيلة حكومة هي حكومة أغلبية سياسية. دكتور مجاشع، مثل ما قلت لجنابك الكريم، ما عدها الحل أمنية الكامل، لكن على معطى عد جنابك الإطار يعني صعب يذهب جزء من عنده ويا الصدر ويترك الجزء الآخر، هذا الواضح إلى الآن. ما أدري إذا أنت عندك معلومة أخرى بهذا الجانب. أنا أتوقع يعني من وجهة نظري الإطار التنسيقي لحد هذه اللحظة لم يصل إلى مرحلة كتلة سياسية مستقرة، يعني تعرف فيها خلافات وهناك يعني على الأقل هناك اختلاف في وجهات نظري من وجهة نظري. وحتى لو نعود إلى البيانات التي تصدر من قوى الإطار التنسيقي نشوف هناك بعض الخلافات، هناك بعض الأطراف يعني أطراف آرائهم قوية جدا، وهناك بعض الأطراف يعني مخففة، بعض الأطراف تريد يعني المشاركة في الحكومة، حكومة لربما هي حكومة صدرية بالنسبة بالنسبة للبيت الشيعي، وهناك أطراف لا مصممة على هذا، وخصوصا بالنسبة للسيد مقتدى الصدر كان هناك لديه مرونة كبيرة، يعني إذا لم يستطع تشكيل حكومة يذهب هو إلى المعارضة ويذهب الإطار التنسيقي بما يعني لديه من علاقات مع الأجزاء من مع الكرد أو مع السنة في تشكيل حكومة أغلبية سياسية. أما السيد مقتدى الصدر يتحدث لحد هذه اللحظة عن أي تغيير بالنسبة لحكومة الأغلبية السياسية فهي يعني شبه مستحيلة. وأنا يعني إذا تسمع لي أنا أعتقد هو هذا وجهة النظر الصحيحة، لأن يبدو أن السيد مقتدى الصدر بما أنه يتزعم تيارا على الأقل هو يعني واضح لدى الكثير أنه تيار الداخل، فهو يعني يرى ويشاهد ما وصلت إليه الحال من حكومات الأغلبية السياسية التي للأسف الشديد دائما مخرجاتها تكون لصالح القوى السياسية والنخب السياسية، بينما نجرب هاي المرة نشوف حكومة الأغلبية السياسية عسى ولعل أن تكون جزء من مخرجاتها لصالح المواطن العراقي. طيب، لأن وصلنا إلى مرحلة للأسف الشديد مرحلة شبه انهيار بالنسبة للوضع في العراق. دكتور عدنان، الإطار مؤطر بسور يحميه من التفتت من التفكك، لو لا وارد أنه أن يكون هنالك انفراط في عقد الإطار، شنو الضامن أن الإطار يبقى صامدا حتى النهاية؟ يعني الإطار هو إطار يعني ليس تكتل سياسي، هو إطار تنسيقي بين القوى الشيعية، وكان قبل الانتخابات قبل سنة ونص هو يعمل وبما فيه من التيار الصدري يحضر فيه على مستوى القيادات. أما فكرة الإطار في الوضع الحالي يرى أن هناك خطر وهناك عدم إمكانية للتصور على أن البلد سيسير بطريق صحيح، ومسألة يعني عدم الاتفاق الشيعي وعدم الاتفاق في تشكيل حكومة واضح أنه ككتلة أكبر ما بعد النتائج تحول الإطار إلى تحالف. النتائج جمعتهم، الاعتراضات وحدتهم اليوم، وإن لم يعلن لكنه بالواقع نعم المستقبل يعمل كتحالف على وشك على سيد العزيز. نعم فعلا هو تصريحاته ونقاشاته تميل على أن هناك تحالف، ولكن واقع الحال لن يعلن شكل هذا التحالف، لكن الذي أعلن أن التيار لا يريد أن تكون هناك أغلبية وطنية. بالمناسبة الأغلبية التي يدعو إليها السيد الصدر الأغلبية الوطنية وليس السياسية، السياسية هي التي دعا إليها السيد نور المالكي في سنة 10 و14، لكن الأغلبية الوطنية التي يدعو إليها السيد الصدر غير الأغلبية السياسية، ورفض الأغلبية السياسية اللي دعا إليها السيد المالكي في حالة فوز الكتلة الأكبر في داخل أو التحالف الأكبر داخل مجلس النواب، فهذه هي الأغلبية السياسية التي تشكل حكومة وعلى الجميع على الآخرين يذهبون إلى المعارضة. أما الأغلبية الوطنية فلا، الأغلبية الوطنية نعم لا لا أبدا لا لا، هناك ما تجي سنة وشيعة، هناك تشكل قوى سياسية سواء كانت شيعية أغلبيتها، إذا كانت شيعية فالقوى الشيعية هي التي تشكل تكون مسؤولة عن تشكيل الحكومة، إذا كانت هناك تشكيلات مشتركة بين السنة والكرد والشيعة فإذا فازت فهي التي تشكل هذه الأغلبية السياسية. أما تشكل بعناوين التحالفات أنه شيعة مع كرد، وهذه اللي يدعو لها السيد الصدر أنه يجب أن نتحالف مع الكرد والسنة
كمكونات طبيعية، وأيضا المكون العرف اللي متفقين عليه هو موجود دكتور عدنان. تقديره هي يعني رئيس الجمهورية هو كردي، ما تقدر تقول مو كردي، ورئيس البرلمان سني، هذا العرف اللي درجنا عليه يبقى. هي هاي هنا 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 المشكلة، هنا المشكلة في مسألة الأغلبية الوطنية التي تريد أن تكون للشيعة فقط، هم الذين يعني يمثلون قسم يمثل الشيعة، أما الكرد والسنة فيجب أن ينزلوا موحدين في التحالف الجديد أو في الأغلبية الوطنية. وهي بالتالي تقسيم الحصص سيأخذ، يعني سيوم السيد الصدر إن استطاع أن يقنع بعض أطراف الإطار الاستراتيجي التنسيقي، ماذا سيقنعهم؟ سيقنعهم على وزارات بالتأكيد، يعني عندما يخرج من الإطار ويأتي شيء يتكلم وياهم، أنت لك 5 وزارات وأنت لك 4 وزارات وأنت الكل لك 5 وزارات وأنت كذا والتقسيمات، هو يعني هذا صار شيء يمكن يكون جوهري حتى نستطيع أن نقول هو هذا الأمر، هذا الأمر وارد. هذه من جهة، من جهة ثانية هذا الأمر وارد. خلي أرجع، نعم خلي أرجع على الإطار. لا 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 يمكن تطبيقه، لا يمكن، لأنه التنسيقي بالإجماع بال إيه؟ كل القوى التنسيقية لا ترى أنه هذا العمل صحيح يؤدي إلى نتائج مفيدة، وبالتالي هم لديهم صورة أنه خلي يرجع التيار إلى التنسيقي ونصبح ككتلة واحدة ضمن توافقية. أكون وياك صريح حتى أكثر دكتور عدنان، عملية ونغير من الداخل. إذا أريد أكون وياك صريح أكثر، فمشكلة الصدر مو ويا الإطار، ربما مع كتلة داخل الإطار بصراحة، وأنت تعرف. نعم هو قد يكون مع دولة القانون، قد يكون مع دولة القانون ولا ومع العصائب، ولكن واقع الحال يقول اليوم التنسيق بالإجماع لديه تصور واحد. يعني اليوم السيد الصدر أراد أن يتحالف مع بعض القوى، يتفاوض مع بعض القوى، لحد هذه الدقيقة ليس هناك نتائج عملية. وأقول لك دكتور عدنان، ديك المرة اللي فاتت صار زواج كاثوليكي وانفرط، هالمرة ما عندهم إلا يتحالفون بالعباس حتى يبقون سوية. نعم نعم هذا نعم هذا كل كلام بالسياسة ممكن يصير، مع الأسف بعض قادتنا السياسيين قصيرين النظر. نعم. هذا صحيح كلامك، لكن خلي أقول لك بشكل عام، الإطار التنسيقي سيقوم بحراك سياسي قريب جدا، وسيبدأ من أربيل. ولعل السيد نور المالكي والسيد عامري سيكون على رأس الوفود التي ستذهب إلى أربيل وإلى أماكن أخرى من أجل التنسيق في مسألة تتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة. فالإطار أخذ قراره وأخذ توجهاته وسيبدأ، يعني أفهم من كلامك جدا، الإطار ماض من دون الصدر، أقدر أقول هيش دكتور عدنان؟ لا لن يمضي من دون الصدر، هو سيفتح الباب وسيقول دائما بأننا لا نستطيع أن نمضي قدما بتشكيل حكومة دون أن يكون معنا السيد الصدر، التيار الصدري، هم يقولون ذلك، لكننا سنمضي في مسألة يعني التفاهمات مع القوى السياسية، وسنبدأ من أربيل بقطبين يعني رئيسيين هو السيد المالكي والسيد العامري، وقد يكون زيارتهما مشتركة وأطراف أخرى تذهب إلى أماكن أخرى. وأعتقد أن الإطار في هذا المسعى سيكون أكثر ديناميكية. السيد الحكيم يملك ديناميكية، السيد العباد يملك ديناميكية، بعض الأطراف السياسية لديها قدرة ولديها علاقات متشعبة ومتناقضة تستطيع أن تجمعها لصالح التحرك الجديد. جيد دكتور مجاشع، إيش قد أفق النجاح لهذا الطرح اللي تفضل به الدكتور السراج حول أنه الإطار بدأ تحركاته الفعلية، يعني ماضي حتى ينطلق إلى أربيل، إلى أنبار الفلوجة، الله أعلم بعد ما أعرف وين، شنو أفق النجاح لهذا اللي يتفضل به السيد السراج؟ والله يعني بالبداية أنا أختلف مع أستاذنا الدكتور عدنان السراج، وهذا الاختلاف طبعا لا ينعكس على العلاقة، يعني هو صديقي وأستاذنا العزيز الدكتور عدنان، لكن كلام للأسف الشديد، يعني بالأمس تحدث المتحدث باسم دولة القانون قال سنمضي إذا لم يأتي معنا السيد الصدر فإننا سنمضي من دون السيد الصدر. يعني هذا الكلام أنه ليدعو لندع الإطار التنسيقي يقوم بتشكيل حكومة، هذه ضغوطات إعلامية عاد تكون واردة دكتور مجاشع. ممكن احنا نتحدث يعني عن اطار تنسيقي يذهب بدون التيار الصدري مجاشع، وبدون كتل مجاشع كبيره ومهمه. الاطار التنسيقي تصريحه دكتور مجاشع. نعم دكتور مجاشع، الاطار التنسيقي عنده بيان واضح جدا
أنه يجب أن نمضي مع التيار قدما لتشكيل حكومة. بدون التيار لا يمكن تشكيل حكومة. دولة القانون كذا بيان عنده بهذا العنوان. يجب أن نذهب مشتركين. أما إذا ما يجي الصدر بالتأكيد راح يقول لك احنا راح نمضي قدما. يعني هاي مسألة ضمنه، لكن كواقع استراتيجي كهدف للتنسيقي هو يجب أن ينسق مع التيار، وفعلا أكون عمليات للتنسيق بين الطرفين. طيب، لكن التيار الصدري يمتلك يعني 74 مقعد بالإضافة إلى كتل أعلنت مسبقا أنها ستذهب إلى المعارضة، يعني مثل تمدن الجيل الجديد. يعني من حيث المبدأ أن السيد الصدر والقوى المستقلة القوى الأخرى سيكون لديه ثلث المعطل للحكومة، فلتدع الحكومة تمضي، لكنها سوف لن يعني تطول أكثر مما طالت حكومة السيد عبد المهدي. أنا أتوقع أنه يعني الحلول لمثل هكذا مشكلة، يعني أن يذهب الإطار التنسيقي دون السيد الصدر، هو يعني سوف لن يكتب له النجاح. لكن أنا يعني أتوقع يعني توقع أن المرجعية الدينية في الأخير في النجف الأسرف ستتدخل لوضع حل لهذه المشكلة، لأن السيد مقتدى الصدر لحد هذه اللحظة هو متمسك إما معارضة أو حكومة. فإذا يعني وصلت المرحلة الحال إلى حالة العقدة والأزمة في هذا الوقت، الحكومة المرجعية الرشيدة وهي مرجعية وطن ستتدخل في حل المشكلة. وأيضا احنا طبعا بالنهاية القوى السياسية ليست هي كما كانت القوى السابقة قبل 2019. يعني القوى كانت لحد هذه اللحظة هي تعرف جيدا ان يعني الوضع السياسي المزاج السياسي تغير بشكل واضح بالعراق. اما ان تاتي نفس الكتل السياسيه وتقوم بتشكيل حكومه توافقيه ويقوم بتقسيم الوزارات فيما بينهم للاستفاده من مغانم السلطه، فهذا غير مقبول. ممكن يشكلوها، لكن انا اتوقع انه لم تمضي عليها سنه دون ان تكون هناك ازمات حقيقيه تؤدي الى يعني سقوط هذه الحكومه. هواي يذهبون لهذا الراي دكتور عدنان، ان حكومه بأغلبية بسيطة يعني نصف زائد واحد ما راح يكتب لها النجاح. طيب، هذا النصف زائد واحد إذا ما مضى الإطار لوحده أو الصدر لوحده راح يكون هذا السيناريو هو اللي موجود. فهل فعلا أنه أي حكومة بأغلبية بسيطة سيكون مآلها الفشل؟ بالتأكيد. يعني أنا على رأي صديقنا الدكتور مجاشع هو العكس صحيح، يعني التيار الصدري أصلا يملك مقاعد أقل من ما يملكه الإطار. يعني الإطار لو تحالف ثم يتحالف مع قوى مستقلة وغيرها سيكون أكثر. المستقلون وامتداد وإشراقة قانون لا يتحالفون مع الصدريين، بالتأكيد لديهم جملة من المشاكل. فبالتالي إذا الصدرون أيضا انفردوا بتشكيل حكومة قوة الصدر يا دكتور عدنان، قوة الصدر أنه رأس لوحده عكس من ذلك، يعني لا مو رؤوس متعددة كما هو في الإطار. حتى اللي يريد يفاوض همين عنده أسهل من يفاوض ويا شخص في حاله. بالعكس لا لا لا، هذا ليس مركزية القرار. نحن نقول تنوع القرار. القرآن يقول ادخلوها من أبواب متعددة. اليوم عندما تكون تدخل إلى قضية معينة من أبواب متعددة من أفكار متعددة، بالتأكيد ستكون أكثر نضجا وأكثر قدرة على اتخاذ قرارات حتى في داخل أي عمل سياسي. العمل السياسي في العراق عمل معقد ويحتاج إلى رؤى منفتحة ومتنوعة ومختلفة لتصل إلى قرارات حاسمة. نعم، قد يكون هناك وحدة قرار عند التيار الصدري، ولكن في نفس الوقت هناك قوى سياسية تعمل ضد هذا المعنى وتريد منك أن تكون جزء من المشاركة الوطنية وليس جزء منفرد بهذا العنوان أو بأغلبية وتذهب المعارضة إلى جهات أخرى. الفكرة التي طرحت لن تكون مقبولة عند الإطار. أقول صراحة، فكرة الأغلبية الوطنية لن تلقى تجاوبا من كل أطراف الإطار، حتى الإطار المحايد، حتى الإطار اللي ما عنده مشكلة، حتى الإطار اللي امتنع أو الكتل اللي امتنعت عن المشاركة في تشكيل حكومة. ايضا لديها اشكاليه في مساله وارد عندكم يعني دكتور عدنان اذا تسمح لي، وارد عندكم انه قد يمضي السنه والكرد مع الصدر ويبقى الاطار لوحده، هذا مو ممكن يكون خيار مطروح؟ ليش يعني كانه انتم ماخذين صك بهذا الموضوع؟ لا يمكن للإطار، لا يمكن للكرد ولا يمكن للسنة أن يذهبوا في تحالف وقالوها بعظمة لسانهم مرارا وتكرارا. حتى اليوم أنا سمعت من الحلبوسي
قالها بران نحن لا يمكن أن نهمش أو نتجاوز دولة القانون. اليوم أنا سمعتها في قناة إحدى القنوات العراقية المهمة. أي؟ بالتالي لا يمكن، الكرد قالوها ويقولوها مرارا وتكرارا، لا يمكن أن نتحالف مع جزء على حساب جزء آخر. اتفقوا أيها الشيعة وتعالوا قولوا لنا إحنا ويا من نقول نشتغل وياهم. وكذلك السنة بخطيه العزم وتقدم. لا يمكن لهؤلاء أن يتحالفوا إلا بعد أن يجدوا فعلا أنه طيب. التمثيل الشيعي تمثيل مقبول، يعني إذا السيد الصدر وافقت القوى الأخرى على أن يمثل الشيعة فبالتالي هم سيذهبون إلى ذاك. أما إذا كانت معارضة لفكرة السيد الصدر أقول لك يا بصراحة سياسيا وأيضا في نفس الوقت تحالفيا لا يمكن ذلك، لا يقبلون بذلك. هم يريدون أن يكون تحالف شيعي لأن يدركون فعلا بأن هكذا حكومة لا يمكن أن تدوم، لأنه ستكون الأكثرية الشيعية حاضرة إضافة للمستقلين امتداد ما شنو، لذلك سيكون هناك نوع من حالات عدم الموافقة وعدم القبول بالقرارات الشيعية بالذات. طيب أستاذ مجاشع، الانسحاب الأمريكي ممكن يكون يعني إلى أي حد ممكن أن يسهم في حلحلة الأمور؟ تدري أنت جنابك شوي إذا أوضح بإيضاح أكثر، يعني حتى الفصائل سلاحها هو موجود بوجود الأمريكان، فممكن أنه يلقى هذا السلاح يوم يخرج الأمريكان. السؤال أنه هذا الخروج هذا الانسحاب ممكن يساهم بحلحلة بشكل أو بآخر؟ بس تعقيب على أستاذ الدكتور عدنان السراج بموضوع يعني التهميش الشيعي وكذا، يعني عادي ممكن واحد يكون بالمعارضة هو مو مهمش، يعني احنا هاي نظرة سلبية للأسف الشديد على المعارضة انه المعارضة هي مهمشة. بالعكس، ومن قال ان التيار الصدري سينجح في تحقيق يعني المشروع الذي قدمه؟ يعني مشروع خطير وكبير جدا في مقدمة محاربة الفساد، واليوم الفساد هي دولة اقوى من الدولة العراقية. استاذ مجاشع عن مجل التهميش المعارضة، استاذ مجاشع عفوا استاذ مجاشع استاذ مجاشع عفوا استاذ مجاشع، انا ما قلت تهميش يروحون للمعارضه يهمشوهم، انا قلت تهميش في ابداء رايهم، قلت تهميش في ابداء رايهم بالمرحله السياسيه القادمه. انا ما اقول يروحون للمعارضه يهمشوهم يروحون للمعارضه، لا مو اقصد هاي، اقصد يجب ان يؤخذ راي الشيعه بالاجماع ما هو الاتفاق في مساله التمثيل الشيعي. هنا انا اقول ما يصير واحد يهمش واحد. طيب. مثل ما الإطار ما يريد يهمش رأي السيد الصدر المحترم، لذلك يجب أن يحترم رأي الإطار. هذا اللي أنا قصده، مو تهميش إنه والله أنا خلاص أنا راح أمشي بالطريق والإطار ما لي دخل بي أنا، هذا اللي قصده أنا. أما تهميش طيب. المعارضة لا ما لي دخل، إذا شكل الصدر بالتأكيد هؤلاء سيكونوا معارضة، ما يحتاج لها يعني روحة قاضي. أها تمام 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 دكتور، احنا بالنهاية احنا نتمنى يعني امنيتنا بعد ما وصلنا الحال الى هذا الحال عليه من يعني تراجع كبير ومن يعني تخلف في جميع مجالات الحياة بالنسبة للعراق وضغوط كبيرة وانهيار وبطالة ومجاعة وفقر، نتمنى ان تكون هناك يعني معارضة وحكومة على الاقل حتى المعارضة تبدأ تراقب البرنامج الحكومي بتنفيذه مو مثل السنوات الماضية. دقيقتين دكتور مجاشع، موضوع يعني الخروج نعم آسف للمقاطعة، بالنسبة للخروج يعني الخروج فضل فضل. بالنسبة لموضوع سؤالك أستاذ أياد بخصوص يعني أزمة الخروج القوات الأمريكية، أنا أعتقد لحد هذه اللحظة يعني الأزمة على الأقل داخل البيت الشيعي ليست أزمة خروج قوات أمريكية أو أجنبية من العراق أو بقائها، الأزمة أكبر من هذا الشيء. يعني حتى إذا خرجت القوات الأمريكية يعني على الأقل فصائل المقاومة بالعراق أعلنت صراحة أنها لن تسلم السلاح للحكومة العراقية، وهذه مشكلة بحد ذاتها لأن العراق يعاني لحد هذه اللحظة من انفلات أمني وانتشار للسلاح. طيب. فأنا أعتقد يعني خروج القوات الأمريكية، وإن كنت أنا أعتقد لحد هذه اللحظة أن الخروج القوات القتالية ممكن وبدأت القوات الأمريكية طيب. بالخروج، لكن المستشارين هناك اتفاق وهناك طلب من الحكومة العراقية، وإحنا دا نشوف يوميا هجمات من قبل الجماعات الإرهابية في مقدمة داعش على مناطق طيب. وحتى يعني سقوط مدن وقرى عراقية بيد داعش، فمن الصعب على طيب. الأقل أن الحكومة تستغني عن المساعدة الدولية. دقيقة المناصفة بيناتكم دكتور السراج والتميمي، ماذا تتوقعون من المحكمة الاتحادية؟ في أي القرارات سيكون قرار المحكمة الاتحادية؟ سيد السراج تفضل. سيد
في البداية على عجالة، انسحاب القوات الأمريكية سيجلب نوع من الاستقرار في العراق، لأنه سيخرج العراق من دائرة الصراع الإقليمي والدولي. هذه طيب. نقطة للسطر، يعني العراق سيكون مستقرا في حال فعلا إذا كان انسحاب أمريكي جدي، لأنه العراق سينسحب من ساحة الصراع الإقليمي الدولي. أما بالنسبة للمحكمة الاتحادية فأعتقد المحكمة الاتحادية ستؤجل النظر في القرارات، قد تؤجلها لمدة معينة، ولكن في تقديري المحكمة الاتحادية ستكون لديها إمكانيات معينة قانونية محدودة تقرر من خلالها النتائج النهائية للانتخابات. دكتور المجاشع، أتمنى عدم زج المحكمة الاتحادية في هذه الصراعات. المحكمة الاتحادية واضح مهمتها داخل، يعني واضحة بالنسبة للدستور العراقي، رسمها المصادقة وعدم المصادقة. شكرا. أنا أشكرك جزيل الشكر الدكتور الأستاذ مجاشع التميمي الباحث في الشأن السياسي، شكرا لك. وكذلك لك دكتور عدنان السراج مدير المركز العراقي للتنمية الإعلامية، شكرا لك. ولكم مشاهدينا الكرام الشكر والاحترام، نراكم غدا بإذن الله تعالى، في أمان الله.